انا من الاشياء في حياتي اللي انا كرهتها متحسب عليها موضوع الشعور. انا دخلتني بدوامه ما اول ولا ثاني. انا كنت اول اعرف من صديقي واعرف من عدوي ومن اللي يحبني من اللي يكرهني. الحين مع الشهره ما تدري من اللي يحبك، مع الفلوس ما تدري من صديقك، ما تدري من عدوك. عادي صديق له 10 سنوات فجأة في يوم ليلة يختلف عليك بسبب شيء انت تصرف سويته معه هو ما جاز له، مفروض انت سويت الشيء العكس لانه هو تغير. بما اني انا تغيرت وصار ربي اكرمني وعندي فلوس وعندي شهرة واسمي في كل مكان، فلازم اتعامل معه بالشكل الثاني. فالحين انا ما عاد اعرف، الحين انا صدق ما عاد اعرف اختار الصديق الصح من الغلط. مشكلة ترى هذه الشهرة وانت خطر عاد مشهور ومعروف وين وين وين